مع اعتقالات وإصابات أثناء مسيرات طالبت بالحق في العمل. ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي برهان بسيس. سيد برهان، ما توصيفك يعني بشكل دقيق لهذه الأحداث التي أعطت انطباع بأنها تعبير عن احتقان اجتماعي بسبب ما يقول سكان الجهة أنه واقع تهميش تنموي يواجهونه؟ دعني في البداية أدعو بمثل آلاف من التونسيين الذين علموا بالحادثة وعلى رأسهم عائلة الشاب محمد بوعزيزي أن أدعو له بالشفاء العاجل حتى يعود إلى عائلته سالما وإلى أصدقائه وأحبته. في الحقيقة حادثة مؤسفة يجري التحقيق في تفاصيلها بخصوص منع هذا الشاب من الانتصاب، مما أدى إلى انفجار هذه التظاهرات في الحقيقة التي ينبغي أن توضع في سياقها. نحن الآن نستمع إلى من يتحدث عن انتفاضة ومن يتحدث عن أزمة شاملة ومن يضخم يعني ما يحصل عن طريق مفردات لا علاقة لها بالحدث، وهذا عادي جدا يدخل في سياق مزايدات. نرجو أن تظل بعض المواضيع المهمة التي هي محل إجماع وطني وعلى رأسها موضوع التشغيل وموضوع التنمية في جهات تونس كلها فوق مثل هذه المزايدات. ولكن سيد بسيس، هي الحادثة الثانية التي تحصل، يعني سبقتها حادثة أخرى في المونستير، يعني ما الذي يجعل هؤلاء الشباب العاطلين عن العمل الإقدام على حرق أنفسهم إن لم يكن اليأس والقنوط من الحصول على موطن رزق؟ طبعا مع كامل تعاطفي مع مثل هذه الحالات أستاذ حبيب، ينبغي أن نحكم شيئا من التعقل في التعاطي مع مثل هذه الحالات، حالات الانتحار التي تجري ونستمع إليها يوميا وبشكل يومي في تونس وفي كل بلدان العالم. لا يمكن أن تنتهي الخلاصة منها إلى موضوعات سياسية تتعلق بتخيل قضايا انسداد وتخيل أزمات لا توجد إلا في أذهان أصحابها. أقول لك شيء، قضية التشغيل الرهان موجود في تونس، لا نتحدث عن وجود جنة موعودة في تونس. لا نتحدث عن وجود جنة تجري من تحتها الأنهار. في تونس هناك مشاكل وليس لدينا عقدة في إخفاء هذه المشاكل. هناك مشاكل تنمية، هناك مشاكل تشغيل، هناك صعوبات عديدة نواجهها في توفير التشغيل لأصحاب شهائد لا تزال أعدادهم تتضاعف يوما بعد يوم. ولكن نعتقد أن حل هذه المشاكل لا يمكن أن تجري إلا في سياق مشروع تفكير وطني يساهم فيه جميع التونسيين، جميع القوى الوطنية. طيب الآن بشكل من التعقل بالرصانة، لا تحل سيد هذه المشاكل عن طريق العنف في الشوارع. حتى نختصر الوقت بعد إذنك، يعني بعد نعم بعد أن نعم حدث ما حدث، يعني ما المطلوب نعم الآن كمبادرة من السلطة، وحتى لا أيضا يشعر هؤلاء السكان في سيدي بوزيد أن ما سيجري هو إعادة إنتاج للأسلوب الذي عولجت به أحداث الحوض المنجمي؟ نعم سيدي، سيدي بوزيد أرض الأحرار، مثلها مثل بنقردان، مثل قفصة، مثل رديف، مثل بنزرت، مثل العاصمة تونس، مثل صفاقس، لا نفرق بين أي جهة. دعني أقول لك أن هناك فرق بين أن مطالب شرعية تتعلق بالشغل، تتعلق بالعيش الكريم، لا يمكن لأي أحد إلا أن يتضامن معها، وبين أن ننزل إلى الشوارع للتكسير لاستغلال الموقف. وأنا أنزه أحرار سيدي بوزيد وشباب سيدي بوزيد، حتى منهم العاطل على العمل الذين يرفعون مطالب مشروعة جدا، من أنهم تورطوا في أحداث شغب. أقلية تحاول أن تستغل مثل هذه المواقف حتى تكسر، حتى تنحدر من الموقف إلى موقف عنف، وهذا يجري في جميع مدن العالم، جرى في أثينا، شاهدناه في روما. شكرا جزيلا لك سيد برهان بسيس. أنا آسف للمقاطعة لأنه لم يعد هناك وقت أصلا. سيد برهان بسيس، شكرا جزيلا لك على المشاركة، الكاتب والصحفي. إذن نصل مشاهدينا الكرام إلى